السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. كيف ما تشوفوا جات عندي اختي وغادي تشارك معكم الكوتي، غنصايبوه وغادي نمشيو عند امي. المهم خليوكم معنا حتى تنوريو لكم كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الكيلو ديال البلبولة مويان، هي كتخوي فيها هنا في هذا البول. هذا زوينة بلدية، ديك اللي رومية تكون بيضة، شتيها كي دايرة؟ هو البلدية، شوف هانتي الحبة تاع الزرع البلدية عم تتقسم تتولي فيها واحد الكحولة، القلب تاع الشعير تيكون شويه قري. راه بلديه زوينه، نغسلوها نشلوها. شلوها من الغبران، كانوا بعد البخوشات ميتات راه يطلعوا الفوق. راه كثيره كيلو، شتي راه واخا تخليها بحال هكا تشليها وتخليها في شي قرعه ثلاجه ما يوقع عليها والو. قد ما فرغت من الثلاجه قد ما رطبت اللي ما بغيتها تنصيبها، يا اما الفرايشات ولا نشرب ندير تتسهل في الطياب، ما تيبقاش محتاجه الوقت بزاف في الطياب. غتخوي عليها الماء طايب مزيان مغلي حتى تتغطيها كلها. بارك عليها. تغطيها ولا تخليها هكا؟ نعطيك الغطا. ها هي دافا، يلا خليها ترطب على خاطر. درك واش غديري؟ غادي نبقى شويه تاع التيميج نديرو على الوريقات كاع، ما نديرو هاد الدروات نسيوها هادا ونقطعوهم نديروهم فيها نبنوهم. هاتي ميجة بعد ما غسلناها مزيان وتسقطرات شوية وغادي نطحنوها دابا في الميكينة اللي ما عداش غديرها في مقطعة وتركها مزيان. وضعت القراطة كيما نقربو من عندنا وشو بحال تديرها بيا دابا. وزيد دابا راه غتزيد. لا لا دي 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 مزيانه صافي نبدا بسم الله. يلا سير الله. شوفوا البليبيله كي ما طولناش فيها الوقت، راه دغيا الساعه باركه. اللي بغى يرطبها حتى في الليل راه تصبح. ها هي شوف كي شارب الماء، حيت دابا حنا مزروبين راه تنشف اكثر من هوك احسن. هاك كان شفات ربنا مزيانه. لا تنحيد هذا حيت غادي نشغل شويه. بسم الله شتي راه هكا بعدا تتسهل الحبة تاع الشعير تشرب الماء و تتسهل الطياب. لا فخو ما تضرش هو حتى في الحشو ما تتديرش. بسم الله غادي ندير واحد معلقة ديال الخميرة تكون كانت البلدية. لا هي بلدية من قبل الصباح ملي جاتنا الخبار خليتها خليتها درتها في الثلاجة. انا امي قلت لها لا تخسر ليك، جبتها معايا من هنا، ها شويه باش تذوب، صلاه، هادي الزيت هادي نص كاس كافي، شوف العبارة هادشي راه بالعين راه جات شي كيلو، راه درنا كيلو دابا، كيلو تاع البلبولة، الزيت تيجيبها بنينه تعطيها زيت ماشي، تتشاش، بنشل هذا في المطبخ. الملح راه بالعين، امي راه ما تتعوش الملح. فهمونا داك الشيء اللي عندي ما تنطحنها بالقياس. هذا الشيء اللي عندك صافي. غادي نمشي نجيب نطحن شويه ثاني. جبت كمون تيجي زوينه ما شطوش هاد التيميج دادلو على الكمون. ولكن الثيرموميكسر انا مخدمه دايره فيه الصوبه الخالي. انا غادي نوري لك واحد الطريقه. اه دير هذاك ديك البليندر ديال الفلاح ولا وانا قوة. لا لا هاد اللقطة غنخليها لك. إيوا راه جيت بيهم ودقلت في مشيت ختي حنا مقلوبين. إيوا الله يسلمك. أنا بعدا أنا خلعة لحم. يلا نطحنو شوية على الكمون، أنا غنوري لك باش نطحنو. باش غنطحنو؟ واحد الطريقة زوينة ناجحة. واعرة. سهلة. نتمنى ما نكونش جيت معطلة. عارفه كل شيء يا سيدي. ما عندكش الا غتغطي كل شيء غتغلقيه واحد الطريقه والله على حساب الزبده واللي ما عدوش اللي ما عدوش ثاني عاود فاش يطحن ديك المايكينه وداك التخربيق غتوري لكم رشيده الطريقه. اش بغيتي الرولو ديال البلاستيك في المجرى الثاني؟ يا قلتي لي بحال ما بحال هنا بحال اللي حافظه وصدقتي ما حافظاش. والله الا قلتي بحال هنا بحال جري كامل عندك. لا
باش ما نتلفش. الله يلا نبقى نمشي لهيتالفه نجي هنا نحفظ نمشي لهي نحفظ. الله يلا درتي بحال هكا نحفظ دقه واحده. بسم الله نشوفوا الطريقه انا نكون جيت معطله. ايوا عمري جربتها نكذب عليك. خدام انا خدام عربيه ما عرفتش هما اللي في ايطاليا اللي تديروا هادشي. انت منين جيتي؟ انت جيتي من امريكان كاع جيت انا وتتقول ايطاليا. ما عرفت هادشي شبا على امورات عقلتي بوب سكرين الله يرحمه كنت يقول هذه الكلمه وبا امورات الله يرحمه الله يزيد ويبارك اللهم اجعل ربي ديمها نعمه وحفظها من السواه. بركي على واحد البوطونه اللي هي لتحت باش يشعل لك هذا. استغفر الله. خلي هذاك البلاكار تما ديري عقياسك. شوف اخواتاتي نجحت ما نجحتش المهم راه المهم راه دايروها دايره هو اللي غياخذ عليها. لما نجحت راه قطعوا معاكم الفيديو وحطوا الكام ونطلع والله. ولكن عمرت عمرت هذيك. نزيد زعما يلا سيري على الله خدمي شوف. بسم الله انت كطير كل شيء ما فيه ما يشطب خايت له هذا الميكا. سيري لا المغربيات حاتك ما دارو الا ضروري شوف المجرى التحتاني كاع اللي موراك الاخر على هذاك تيبوك عشيشه ما عرفتي غادي نرجع. شكون اللي قال لك انا راجع؟ ما عرفت. ايوا ما عرفتي هاد العشيشه ما ترجعي ليها ما كاينش رجع. سير طل وجهي غنمشي نبدل الباسبور ديالي. واه طل وجهي هذا ما كان كاين تماك كنطلعوا غالقين علينا حتى انا مازال هنا بدا محلول عليا. واه تنشوفوا بنادم شفنا بنادم الغربه صافي خايبه بزاف. لا مشيت بلا ما مشى رجعكم لا بنتي تبدا الباسبور تاع شرطنا يبدلوا الكوا تاع شرطنا فين كنتي 10 بعدا لا باقي له تاع شهر 12 هذا يوفى عيد كبير. ها انتم الا بغيتوا تضيعوا الوقت بغيتوا تصبروا وتبقاو تضيعوا في الوقت وتسخوا راه غادي تخدم. كنتو بغيتو مزروبين بلا ما تضيعوا الوقت. لا لا ما تطحنش بحال كيما الفيديو. لا 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 ها شوف شحال كامل كوفي دوك العويد وراه ماشي زربنا عليه ولا راه طحنا شويه. المهم ما خدامهاش هاد القضيه انا ما عجبتنيش خدامه والو نحيدها واحد شويه نديرو بها الريحه وصافي هذا ما كان صافي. درت مليحه درتيها الزيت درتي الزيت درتي كل شيء ديال الزيت ما نضيعو الزيت باللي راه ولينا عاد نصورو معاه راه واخا عند الناس مولا اللي راه غير ندير على القياس تعرفي ليكم. بسم الله راه غادي نزيدو شويه تاع ديك القمح نجمعوه به. البولة راه ما تجيبش سميده يلا طحنت حتى من الطاحونه انا بغيت ديرها فيها النخاله مزيان. نجيبها لك نجيبها نجيبها هاد السميده يلا طحنتها هي درنا لها حبيبات ديال البزار وسميتو وريقات ديال سيدنا موسى. هاد اللي قالت لك كانت مرخيه وغاتش تدخل لي دي تبقى واسعه جبدها واحد شويه ماشي بزاف باش تقطع. لا هادي لا دوك تاع اللي تنصيبو ف كلي ترانسبارنت و تتحكم لك تبقى لاصقه فيك ما تخرجش. لا دوك الحيلات الواسعه دوك رشيده راه دارت ماستر شيف راه عارفه بزاف ديال الحيلات ماستر شيف ياك عام مخلوعه وخايفه تفرجتي مع الكاميرا راه داروك والنامس ماستر شيف عودوك وين ما عنديش شي لا تفرجتي كنت انا تنبغي نطيبها في الدار ما عنديش مع الكاميرا نبقى نزيد عاف القياس حبيبات تاع البزار حيت دايره فيه البزار باش مي درتي البزار باش مي يديروا مدمة غنبقى نخلط شويه ميتا قاد نخدم به هذه تاخذ من بعدها نزيدوها واحد شويه دقه غنديرها. شوف كي ولات الشتي تولي تلقم بحال هكا عرفتي راه مزيانه رطابت شكر طاب. درتي تقريبا شي 4 المعارف ديال ديال درت شي 200 غرام هكاك ديال الدقيق. طيب بسم الله تبارك الله تيمين شهر الرائحه واعره تاع نسي ديريها بالكمون وتجي زوينه. انا ما كانش كمون الزيتون قزبر حبوب ايوا هذيك تاع الزيتون خروب زوينه كاع تجي البلبوله هي اصلا زوينه حطيري عاب فلفله ومعدنوس حتى هذوك تجي مملحه تجي واعره صافي دابا غنجمعوها مزيان ونخليوها ترتاح. لا باقاش تفكري دابا غير الزيت البلدي والكمون وتجي واعره شرب ما زال حيت شغل الحرشه تاع السميده
صافي دابا كيما قلت لك دروك هي ولات كتجبد مشتيها ها وطانت خليها ترتاح نخليها ترتاح وحده واحد جوج دقائق نمشي نوجد البلبوله وشويه تاع السميده داك المبخره نقرصوها فيها باش تحش صافي هذا ما كاين هنا دارت على البلبوله شويه ديال البلبوله وهنا عندنا النخاله يلا طحنت وجدتها حتى هي هذيك القشور ديال القمح يلا صلاة عندي بعد صافي غتبداي تقازي دابا تحيد لي عاوتاني داك الهواء منها صافي هنا جبنا المقله باقا بارده غنطرش عليها واحد شويه ديال البلبوله الا كانت المقله سخونه غادي عي طيب تكون وما يطيبش من الداخل تيبقاو حاضرين معاه بحال الحرشه احسن بحال الحرشه دائما بارده المقله شفتوا الخليط ديال النخاله والبلبوله هذا صافي غتبدا دابا تشكل راه ماشي قاصحه بزاف تشوفي فيها راه جاريه ديرهم هكا كويرات وتتفندهم في هذا الخليط هذا صافي غادي تبدا تحط في كون عندك هذاك ديالها القفله ديال تجي عندي ولكن كاريه صافي هانتوما شفتوا غنستعمروا دابا هكا غير بالعين جهد شي حفينه هكا ما نغلطوهمش بزاف باش يطيبوا من الداخل جهد شي واحد القمه تبارك الله تكون بركه 300 غرام ولا 120 لا لا اكثر 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 باينه بلا اكثر منها حيت ثقيله ثقيله واه وفازكه تتكون واخده في الربار خليها الدفعه الاولى درنا المقله الاولى عمرناها ها هي حنا في المقله الثانيه دابا حق شعلنا الاولى هذيك مازال ما شعلناهاش هذه الطويله هاد العريضه درنا فيها هزات لينا 8 ها هو ما بديتي تنفخوا بداو تيسخنوا عطيتها الرقم 3 ها هو شفتوا اللي عندها هاد المقله ولا شي حاجه وبغاتهم يطيبوا ليها مزيان دير لهم الرقم 3 هكا بدات الريحه ديال النخاله تتشمياك شوف راه عندك ملقمه زعما ماشي مفرشه لا لا راه مجموعه شوف مجموعه حيت رطابت زعما راه تبقى مفرشه لا لا مرنا هادو بجوج داكشي اللي بقى لينا غادي نديرهم في المقالي ماشي تخدم فيهم هنايا غدير وحده هنايا وغدير الاخرى عاوتاني هنايا ديرهم دائريات اللي ما بغاتش دير هاد الميني حرشات هكا مشروع هذا اللي ما بغاتش ديرو كيلو ديال البلبوله شوفوا شحال تيعطي تبارك الله وصحيه البلبوله اه راه دايرين المشروع العيالات بالحرشه وياه كنا تيديروا بلبوله الروينه دابا تنجمعوها في هاد الروينه هادو ها هما غاديين دقه دقه نقولوا عاود شدوا هذيك اللي بناها صغيوره حتى هما عاونا بهادو ما شاء الله هادي هي بدات كدور هيا قربت صافي شدات راسها نقلبوها حتى هي بحال الاخرين تبارك الله ها هما وجدوا حنا دابا غنديرهم كيدكو فيهم باش غنمشيو عند امي غنديو لامي هاد الخير هذا نهار اللي سخناها تنحطوه هنايا اللي كملناها تنحطوه
هنا صافي وصلنا مشينا عند امي عمرت مقراج كبير ديال اتاي مع كاينين الناس بزاف. درت واحد الشوربه بالحوت وبالخضره الخالي ها هي هنايا في تيرموميكس وصافي هزينا هذوك الحريشات. رشيده اختي وجدات حتى هي واحد الطبسيط ديال البغرير جابته معها حتى هي واجد غنوريه لكم حتى هو ها هو البغرير. صافي مشينا عند امي شفناها شفنا خالاتي وبنات خالتي وكنينات مرات خالي الله يرحمها اللي ماتت وولادها وداكشي. صافي ريحنا معاهم شويه وشربنا اتاي داك المقيريج اللي اريد لكم راه هو ولقينا معمرين لقينا الشفج لقينا المسمن لقينا البطبوط لقينا الطواب العامرين حتى هما عندهم. درت الزبده بلديه هنا رشيت عليها غير شويه ديال الاوريغانو وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديال اختي. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله.